أنا جبت خطبة للعريفي في اليوتيوب في السعودية هناك، رابعينها باليوتيوب. وقد أعلن العلماء المسلمين اليوم هذا البيان، شال لي ورقة، أخرجوا هذا البيان وأعلنوا فيه وجوب الجهاد. لما والله أكبر، لحد ما الخطبة انتهت بكبر. اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر ليناقشوا قضية السورية. وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. وعامل فيها بيبكي والجماعة بيكبروا، واحد فيهم مشى الجهاد ما في، وأول واحد الشيخ البيبكي ده تبكي على خيبتك، انت ليه ما مشيت؟ الغريب انه دعاة الفتنة ديل والله لو ما في الا الكلمة دي دليل على كذبهم واحتيالهم ونصبهم على الأمة الإسلامية لكفت. والله لو كان في دول اصلا داير الحق، ما في شيخ من شيوخ الفتنة شيوخ الاخوان المسلمين ديل مشى الهم بيسموه جهاد. نحن ده عندنا افساد، سمينا جهاد فرضا وجدلا. واحد من هؤلاء المفتنين ما مشى يا جماعة، ما في واحد مشى، ما في دكتور من الدكاترة ذي المشى، لا ناصر العمر، لا سلمان العودة، لا العريفي، لا عائض القرني، لا عوض القرني، لا مين النجيمي، لا مين عبد الحي يوسف، واحد فيه نبيل العوضي، واحد فيه مشى ما في. والله ما قلت ده جهاد، قال أعلن العلماء وجوب الجهاد. يعني شنو وجوب؟ يعني انت لو ما مشيت مالو ارتكبت حرام، خالفت الواجب يا بابا، ما مشيت ليه؟ وعملوا نشيد، اسمع النشيد ده كده وبعدين برجع عليك. عملوا نشيد في وددوا، العلامه قال النصب وعبد الحي وجماعه علامه جابوه هنا في السودان كم مره، عملوا نشيد بفنان وبيرقص، والله بيرقص عديل، بيعرضوا بيعرضوا. شوف النشيد ده، النشيد يطلع الطوال السافر. قال شنو الفنان ده؟ قم غادر قم غادر قم غادر، عليك الله اسمع الاحتيال ده والنصب ده. قال دي صبعة السبعة في صبعة الثمانية، ايوه الفنان قال شنو؟ قال قم غادر قم غادر، انا ما بقدر اجيبه بنفس اللحن بتاعه، صوتي شين جدا. قم غادر قم غادر، لا تنظر خلفك ولتسلك درب الابطال. وداك بينقص الددو معاه منو؟ ما امك ذات عمره قريب 100 سنه القرضاوي، بينقص بينقص بالعكاز. قم غادر قم غادر، لا تنظر خلفك ولتسلك درب الابطال ولتنسى الزوجه والوالد، تنساهم تب جهاد، ولتنسى الزوجه والوالد وانسى الاطفال، فلطفلك رب يحميه رب متعال. يا جماعه بينقص بينقص، والحور تناديك بشوق فتعال تعال. هم قاعدين يا ناس، والله الناس الاجرم بشر، انا غايت شو الصوفيه، صوفيه ترى بيقوا واضحين، ناس الخنجر وذيل الوهم بتاعتهم اتكشفت خلاص، لا اي ذول عاقل الا ذول بليل فاتح ما داري يكشف حالهم. لكن ذيل محتالين، ذيل عندهم ده دكتور دكتور في النصب والاحتيال، وده بروف بروف في النصب والاحتيال، وداك استاذ جامع، استاذ استاذ مش استاذ موسيغار، ده استاذ في النصب والاحتيال. شوف النشيد، قم غادر، وهم بينقصوا قبله، ما في واحد غادر خطوة واحدة. ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ولا يوم خير ما جابوا لنا ناس الثورات ديل، ولا يوم خير واحد. يا اخي عشان يجوزوا الثورات عمرو خالد قال لهم الله الله نزل في ميدان التحرير. أربعة أيام ورا بعض عشتهم بالكامل في ميدان التحرير لغاية الليلة الأخيرة، يوم الخميس بالليل أنا كنت هناك، والجمعة صلاة الجمعة لغاية الفرحة. أنا رأيت الله في التحرير. رأيت الله في التحرير. أنا رأيت الله في التحرير. رأيت الله في التحرير. وطبعاً زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبهم شنو؟ أنفسهم. هذول عجبته نفسه، كان بيلم له شوية نساوير لابسين بناطليط وحدات مناغبات قاعدين يحضر الليل. خالد بن الوليد ده تعرف شو؟ تعرفوش انه هو سيب الله المسلول؟ النساوين يبكر، عجبته نفسه، قال نجيبه كبيره
قال الله سبحانه وتعالى خرج مع الجماعة في ميدان التحرير. المذيع قال لا يا كذاب يا مجرم، وجابوا لك في الحج الأخير ده قاعد مدبي في منى، ما شفت مدبي كيف؟ مدبي اللهم من شارك معي في التويتر اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء يا رب ارضى عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة. اللهم إني أتوسل إليك لشباب وبنات يسمعوننا الآن على الصفحة، ارضى عنهم اسعدهم بارك لهم افتح عليهم. اللهم إني أشهدك أن الشباب والبنات رجال ونساء الموجودين على صفحتي إني أحبهم. تويتر يا مجنون، وده موضوع كان دار الناس يخشوا بصفحتك يا أخي. الناس زي الناس تجار تاجروا بي اسم الإسلام وضيعوا كثيرا من المسلمين وشوهوا سمعة الإسلام وصورة الإسلام في أذهان كثير من حتى الكفار. ناس محتالين، زول يقول الله نزل في ميدان التحرير، يا جماعة ده ما محتال كده سموه انتوا، انا خلوني. وظهر واحد اخو مسلم دقنه طويلة مصري قال لما الله قال انا رأيت جبريل نزل في ميدان التحرير. انهم شاهدوا جبريل عليه السلام الناس اللي ما مجرمين يا ناس. طيب